في كل سنة الشواطئ الغير محروسة تحصد المزيد من الأرواح. أنا وليدي يا عمرو 15 سنة قال لي نروح البحر. أنا وسيدي شحال مرة تقول لي يا وليدي روح روح مع أصحابك روح مع فاميليا، بصح ما خذاليش راي. رحمة ولاش نتمنى ان شاء الله كاع الوالدين وكاع زلالي ياخذوا الراي، ياخذوا النصائح، ما يروحوش البحر، ما يروحوش البحر اللي ما فيهش الحمايه ولا بوليس. احنا نتاسفوا كعوان الحمايه المدنيه لما نشاهدوا شاب في مقتبل العمر يغرق والوالدين تاعو محروقين عليه. هذا الشيء اللي خلينا نتاسف، يعني رغم الحملات التحسيسيه اللي نقوموا بها، الا اننا يجب المواطن الكريم أن يقدم لنا يد المساعدة للتخفيف من هذه الحوادث التي وللأسف نشاهدها كل سنة في تزايد على مستوى الشواطئ الغير محروسة.